سنتحدث كثيرا عن الدوري الإنجليزي، وللتحليل ينضم إلينا من لندن الكابتن إبراهيم هلهولة المدرب بالاتحاد الإنجليزي. كابتن إبراهيم أهلا بك مرة أخرى على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية مع استئناف الدوري الإنجليزي مبارياته، كيف تبدو الصورة لدى الإعلام الرياضي الإنجليزي؟ ماذا يرى، ماذا يتحدث عنه قبل هذه اللقاءات اليوم؟ كابتن محمد صباح الخير، تحياتي ليك واسره البرنامج والساده المشاهدين. طبعا الجوله ال 11 النهارده كلنا مستعدين للمباريات القويه، هتكون النهارده ان شاء الله في انجلترا، في كل انجلترا النهارده واقفه، الشارع الانجليزي بيستنى المباريات. عايز اقول لحضرتك يعني الكواليس ان كل يعني اللي في المطبخ الكروي هنا في الاتحاد الانجليزي وفي الشارع الانجليزي، والجماهير بتقول اللي هيصمد وهيكمل على الكريسماس تايم والبوكسنج داي والنيو يير، الفرقه اللي هي دي اللي هتبقى اللي هيبقى هي اللي هتكمل لغايه الاخر واللي هتفوز. انت حضرتك عارف في الفتره اللي جايه دي عندنا في كريسماس تايم يعني هيبقى في ماتشات وفي ضغط، الفرقه اللي عندها القوه البدنيه واللي عندها التحمل ان هم يلعبوا ماتشين وثلاثه في الاسبوع هي اللي هتكمل وتبقى هي يعني الفارس الرهان. احنا كلنا منتظرين طبعا زي ما حضرتك قلت المباريات كلها النهارده. طبعا استون فيلا النهارده هيكون ضيف تقيل على ليفربول في الانفيلد، مباراه صعبه جدا. امري مش مدرب سهل، طبعا سلوت كمان جاهز بالفرقه بتاعته. ليفربول بيعيش فتره عاليه جدا مع سلوت، طبعا سلوت طبعا شغال من البقايا اللي سابها كلوب، يعني اشتغل النهارده لو كلنا بنبص بيتكلم على الضغط والكتله اللي هي بيشتغل بيها من قدام اللي هو اللعب المباشر كابتن محمد، فهو شغال وبيحاول على قد يعني يلم البقايا اللي سابها كلوب، شغال على العامل الذهني والعامل النفسي، وانا شايف ان هو نجح بطريقه عاليه جدا ان هو يعني اندمج وانسهر او شلت مع الفرقه كلها كابتن محمد. طبعا المباراه مش هتبقى سهله، محمد صلاح ما شاء الله يعني كعبه على الفرقه، احرز 7 اهداف في التاريخ ومع امام استون فيلا. امري مش هيكون برضو سهل، طبعا هنشوف مباراه قويه جدا كلها. الحاجه كويسه كابتن محمد ان المباراه هتكون بعد مباراه سيتي وبرايتون، وانا على المستوى الشخصي شايف ان يعني مان سيتي بدات الدنيا ما تمشيش معاهم احسن حاجه، لان اعلن طبعا زي ما احنا عارفين جوارديولا هيمشي في الصيف اللي جاي. فانا شايف ان نفس المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت مع كلوب لما قال ان هو هيمشي واعلن، ودي طبعا سنه الحياه، ولكن هم طبعا في اوروبا مش احسن حاجه، هزيمه ثقيله النهارده. برضو برايتون مش فرقه سهله، احنا بنتكلم على 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 ليفربول 25 سيتي 23 نوتنغهام ونونو، يعني بالنسبه لي سبرايز او مفاجاه كبيره جدا هم في المركز الثالث. طب قبل الذهاب الى نوتنغهام او توتنهام او المباريات الاخرى، هذه المباراة هل تعتقد أنها مفصلية لدى مانشستر سيتي أمام برايتون، خاصة بعد الهزائم المتلاحقة لدى مانشستر سيتي سواء على مستوى الدوري الإنجليزي أو حتى الشامبيونز ليج؟ طبعا هتبقى مباراة صعبة جدا. مانشستر سيتي دلوقتي بيقدم يعني أنا شايف إن خلاص يعني وصل لقمة الهرم، بدأت إن الهرم يعني بينزلوا تحت تاني، يعني بعد ما وصلوا لكل حاجه بدات الامور عندهم مش احسن حاجه. اعتقد كمان يعني كثره المباريات ان اللعيبه ما تبقاش جاهزه، عندهم اصابات كتيره، ولكن طبعا جوارديولا عايز يعني يحقق نتيجه طبعا او يعمل بطوله او بطولتين قبل ما يغادر قلعه مان يونايتد سوري مانشستر سيتي، ولكن هي دي كرة القدم، ما احناش عارفين هتوصل لفين، ودي حلاوة الدوري الانجليزي وجماله ومتعته وشياكته، ما انتش عارف يا كابتن محمد الكرة هتوصل لفين. ولكن انا شايف ان مانشستر سيتي السنة دي مش هيكون ولا احسن، اعتقد ان هتبقى يعني البطولة هتنحصر بين اعتقد ليفربول والارسنال. الارسنال برضو رغم ان الارسنال يعني وسع الفارق بينه وبين المتصدر ليفربول، انما انت شايف ان ربما المنافسه
هتكون ما بين ليفربول وارسنال على عكس الموسم اللي فات. التوقعات. طيب بالظبط. اذا تحدثنا عن محمد صلاح بالتحديد، ليفربول يعني دائما ما يسلط الضوء على نجمه محمد صلاح من حيث كسره للارقام القياسيه، تسجيل الاهداف، اعتلاء قائمه الهدافين على مستوى تاريخ البريمير ليج، يعني ينقصه اعتقد يعني 11 هدف حتى يتخطى اسطوره ارسنال تيري أونري اللي هو مهاجم اصلا بالفعل، يعني مهاجم صريح على عكس محمد صلاح اللي هو يعتبر بيلعب على اطراف الملعب. هل الاعلام الانجليزي بينظر لمحمد صلاح ليس فقط كاسطوره لليفربول وانما اسطوره من اساطير لعبه البريمير ليج؟ كابتن محمد، يعني سؤال جميل جدا وسؤال مهم احييك عليه. فعلا امبارح كان محمد صلاح استلم جائزه مان اوف ذا مانث بتاعت اللي هي يعني جائزه الشهر في ليفربول، وطلع واتكلم وقال ان هو يعني سعيد ان هو مش اللي هو بيحقق بس يعني ارقام يعني ليه هو شخصيه، ولكن هو عايز كمان تبقى الفرقه كمان تحقق ارقام كبيره وان هم يفوزوا ببطولات، وان هو مش هيبقى مبسوط ان هو بس اللي ياخد البطوله او يبقى هو في الفرنت او يبقى قدام ياخد يعني الجوائز دي. لا، هو عايز سؤال ربما بيفرض نفسه كابتن ابراهيم، انه لعيب مهم ومؤثر الى هذا الحد بحجم محمد صلاح مع ليفربول، لماذا حتى الان لم يعني يقضى امر تمديد العقد او توضيح ما اذا كان محمد صلاح سيستمر مع ليفربول ما بعد نهايه هذا الموسم؟ بص يا كابتن محمد، محمد صلاح ان شاء الله مستمر مع ليفربول. محمد صلاح الموضوع جس يعني وقت يعني جس مجرد تايم مش اكتر، بيتكلموا هما دلوقتي بس في القيمه الماليه. والمشكله ان محمد صلاح ان شاء الله هيكمل كمان سنتين العقد، يعني وقت مش اكتر. النهارده من احنا بنبص ان محمد صلاح اقوى راجل واحسن لعيب موجود دلوقتي في البريمير ليج وموجود في العالم، صناعه اهداف ما شاء الله، احراز اهداف، وزي ما انت قلت حضرتك ان اللعيب هو مش سترايكر صريح، ده راجل بيجي من يعني وينجا، بيجي من بيقطم من الاطراف من الاجناب وبيجيب اهداف ما شاء الله. فالنهارده انت النهارده بتوصل الامور دي مع صلاح ان خلاص الامور قربت شويه، يعني الرغبه متساويه متشاركه. محمد صلاح وليفربول كلاهما لديهم نفس الدافع والهدف، وهو الاستمرار داخل ليفربول ما بعد نهايه هذا الموسم. ربما ده خبر يعني يسعد كثير من مشجعي الدوري الانجليزي بشكل عام طبعا، وبالتحديد طبعا ليفربول. قبل الختام نتحدث قليلا عن مانشستر يونايتد، واحد طبعا من اضلاع او من اهم اضلاع تاريخ الدوري الإنجليزي، رغم طبعا الإخفاقات على مدار العوام الماضية، ولكن قدوم مدرب جديد بحجم روبن أموريم اللي قدر يعمل نتائج هايلة مع لشبونة وانضمامه والتحاقه بمانشستر يونايتد في وسط الموسم، هل تعتقد أن أموريم هو يعني سر أو الحل الأمثل لنرى يعني السعادة مرة أخرى على وجوه مشجعي مانشستر يونايتد بعد غياب يعني وبؤس كثير؟ كابتن محمد، أعتقد أن تنهاج يعني ما أداش يعني أو قام بالمهمة على أكمل وجه، وجماهير طبعا في سخط كبير جدا من جماهير مان يونايتد على 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 تنهاج، ولكن اعتقد اداره مانشستر يونايتد يعني لموا الامور بسرعه جدا وتعاقدوا مع المدرب البرتغالي روبن. 39 سنه النهارده انت بتتكلم، يعني سنه صغير جدا، هيخش بسرعه، هيندمج. عايز برضه احيي اللاعب الهولندي اللي هو فان نيستلروي، اشتغل برضه الفتره اللي فاتت دي برضه ووقف الفرقه شويه على رجليها، ولكن اعتقد هيبقى في اضافه كابتن محمد، وهم حاولوا يعني يحفظوا ماء الوجه بسرعه. وكان المفروض ان تنهاج وقدم محاول كتير، حاول يقدم الفلسفه بتاعت اياكس في مان يونايتد. مان يونايتد فرقه قويه جدا، جماهير على مستوى العالم، كمان المستوى مختلف، الضغوط مختلفه، المنافسه مختلفه، ليس كل من يعني يدرب خارج البريمير ليج يصلح ان يدرب داخل الدوري الانجليزي، وربما تنهاج كان خير مثال، ان يعني البطولات الماضيه ليست كافيه في ان تصدرها داخل الدوري الانجليزي. ودي الفلسفه اللي اتفق مع يعني اداره ليفربول، اتفقت مع
مع سلوت ان هو يكمل الفلسفه بتاعه ليفربول، بتاعه الايمج بتاعهم، بتاعه البوليسي بتاعتهم، ان هم يشتغلوا على نفس النهج اللي كانوا شغالين عليه، ما يغيرش. بداية مثالية بالتأكيد لأرن سلوت وكتيبته داخل نادي ليفربول، يتصدرون المشهد في الدوري الإنجليزي، ويعني ربما منتظر منهم الكثير نظرا لهذه الانطلاقة المثالية. طبعا سنتابع وإياك مستجدات هذه اللقاءات والمباريات، وكذلك الدوري الإنجليزي مستمر معنا. نشكرك شكرا جزيلا من لندن الكابتن إبراهيم هلهولة، المدرب الاتحاد الإنجليزي. شكرا كابتن محمد.